طيب رح صدقك. أنا اسمي كرم، أكيد أنت بتعرفين. تشرفت كتير بمعرفتك. يعني عم قول لحالي خلينا نطلع على الغدا مع بعض، وهيك إذا ما عندك مانع بتفهميني الشغل هون وبالتفصيل الممل كمان. أنا ما تشرفت فيك كرم بيك، وبعدين إذا كتير مشغول بالك على الشغل هون أخوك سمير بيك بيفهمك كل شي. يلا بالإذن.